حراك جبل النزهة بدوره نظم اليوم اعتصاما أمام سجن جويدة للمطالبة بالإفراج عن معتقلي الحراك، ووجه رسالة إلى رئيس الوزراء عبد الله نصور طالبوه فيها بأن يكون مع الشعب وألا يلتفت للفاسدين وأن يبدأ قراراته بالإفراج عن المعتقلين. وأكد المشاركون في الاعتصام على الاستمرار في فعالياتهم الاحتجاجية حتى تحقيق مطالبهم. سيدي، هذا الاعتصام نفذ من قبل الحركات الشعبية الأردنية المطالب والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يوجدوا في هذا المعتقل وفي معتقلات أخرى، ولا ذنب لهم إلا أنهم أصحاب حق يطالبون بالحرية. هم يسجنون، والذين سرقوا البلد وباعوه ونهبوه هم الذين يتنعمون بالحرية الآن.